مبارك على جميع المسلمين، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وصحة. إذا بداية، قام كل من وزير الداخلية والصحة ووزيرة التضامن رفقة والي العاصمة بزيارة إلى مستشفى بئر تراريا بالأبيار بالعاصمة، حيث قاموا بتوزيع عدد من الهدايا على الأطفال المرضى بهذا المستشفى. التغطية كانت لإيمان طبيب. هذه هي الجولة الوزارية الصباحية لمستشفى الأطفال بالأبيار. تتواصل اللحظة